اول طبعا بالفراخ هنقول المقادير. كيلو الا ربع شيش طاووق بنقطعه قطع متوسطه، 2 بصله كبيره شرائح، معلقه كبيره زيت زيتون، ربع كيلو طماطم مكعبات، 1/3 كوب ريحان فريش، 2 كوب زبادي، فص ثوم مفروم، معلقه صغيره عصير ليمون، نص معلقه صغيره شطه، نص معلقه صغيره ملح وفلفل. اوكي اوكي يلا. اول حاجه هنعملها